بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. كان الحديث في محاسبة النفس، وتحدثنا عن ما يحاسب عليه الإنسان من أمور مختلفة، ووصل البحث إلى ما يهون الحساب في يوم القيامة. نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق ملكين يسجلان كل أعمال الإنسان، ولا يقوم الإنسان بحركة ولا بعمل ولا بشيء إلا ويسجل له. وإذا أراد الله أن يحاسبه حسابا طويلا يوم القيامة على مقدار سنين عمره 70 سنة 80 سنة، في كل ساعة في كل لحظة في كل موقف ماذا قام به، طبعا سيطول حسابه. ولما كانت الروايات تصف يوم القيامة أنه يوم مهول، يوم الشمس على ارتفاع عمود مظلمة وحرارتها كثيرة والناس تعرق بشكل كبير، بعضهم من شدة العرق يكون يغرق من العرق حتى يلجمهم العرق، اللجام تعرفون اللي يضع على الفم، فالعرق لكثرة يلجمهم، يقف الشابح لكي لا يغرق من العرق، ويكون بهذا الوضع عشرات السنين أو مئات السنين أو آلاف السنين إلى أن يكمل حسابه. يعيشون أحيانا في ظلمة شديدة، أحيانا في جوع وعطش، وإن كانوا يأكلون ويشربون بس بعضهم في جوع وعطش شديد. خب هذا الوضع طبيعي، ينتظر بالدور إلى أن يأتي حسابه. هذه مسألة فعلا للمؤمن أنه يسأل الله أن يخفف الحساب أو أن لا يحاسبه حتى يدخل الجنة بسرعة بدون أن يمر بهذه المراحل الطويلة. سأل الإنسان أحيانا إذا يراجع دائرة ويلاحظ أنه انتظار 3 ساعات 4 ساعات ممكن ينرفز كثير ويترك أصلا المراجعة، وإذا الموضوع مو ضروري جدا ومستعجل ممكن يهمله ويتركه لما يتحمل 3-4 ساعات انتظار، فكيف إذا كان الانتظار عشرات أو مئات السنين. لذلك المؤمن يفكر في الدنيا أن ينظم وضعه وأعماله الصالحة بحيث يخف حسابه في يوم القيامة. ما يهون حساب يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يذكر هذه الآية ويستشهد بها ويقول إن صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، ثم قرأ هذه الآية. فإذا من يكون على علاقة جيدة مع أرحامه يصلهم، هذا يهون عليه الحساب في يوم القيامة. وصلة الأرحام مهمة جدا، والمقدار الشرعي هو أن لا يقطع علاقته مع أرحامه، سيصلهم مرة يوميا إذا كان مثل والدين الأبناء، أو أسبوعيا أو شهريا أو حتى سنويا إذا كانوا بعيدين، وصلتهم أحيانا بالتليفون أو بالمراسلة أو بالبريد أو بالمعايدة بأي شكل من الأشكال، بحيث يكون على علاقة مع أرحامه، مو العلاقة مقطوعة بينه وبين أرحامه بأي شكل من الأشكال. هذا مما يهون الحساب في يوم القيامة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شيئان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت راحة للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فإذن من الأمور التي تقلل الحساب إذا كان قليل المال. أحيانا الإنسان يشكو من قلة المال، بل ربما لا يصبر على موت عزيز أو صديق، ولكن الموت راحة للمؤمن، يرتاح من فتن الزمان، وربما لو بقي حيا
لأصابته فتنة وربما تحرفه عن دينه. والله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمن أحيانا يقبض روحه قبل أن يبتلى بفتنة معينة. فتن الزمان كثيرة، ويمكن حسب تجربة بالذات المشاكل في العراق وغير العراق في نصف القرن الأخير، نرى كم من الناس انحرفوا وظلوا وتعاونوا مع الظلمة مع الفسقة مع الفجرة، هم تحولوا إلى ظلمة، استخدمهم الظالم في كثير من الموارد، بينما قبل ذلك كانوا مؤمنين متدينين، ولكن حينما ابتلي انحرف وأصابته الفتنة. هذا إذا مات مؤمنا على أقل تقدير يطول حسابه يوم القيامة، حسابه مئات السنين أو آلاف السنين أو عشرات الآلاف أو آخر 50,000 سنة مما تعدون، الله أعلم. فالمؤمن الله حتى لا يبتلي أحيانا يأخذ يموت قبل أن يفتتن. والموضوع الثاني، الإنسان يكره قلة المال، ولكن قلة المال أقل الحساب، بالنتيجة إذا كان الحساب موجود يحاسب على ماله من أين اكتنزه، فإذن يحاسب عليه. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أراد أن يري عمليا للمسلمين كيف أن الحساب صعب، كان في وقت الظهيرة والصخرة في المسجد، صخرتين هذه حارة، أعطى 10 دراهم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه و10 دراهم إلى سلمان، وقال لهم تصرفوا بها. أمير المؤمنين خرج من المسجد أعطاها إلى فقير وانتهت. سلمان راح اشترى بضائع من السوق، اشترى بالنتيجة ما أدري شاي شكر قهوة دهن حنطة ما شاكل ما يحتاجه. وبعد أن رجعوا قال لهم كل واحد منكم يقف على الصخرة ويقول ماذا فعل بال10 دراهم. أمير المؤمنين سلام الله وقف على صخرة حارة تشوي، مو سهل الوقوف عليه، وقال تصدقت بها على الفقير ونزل، انتهى حساب انتهى. أما سلمان ظل واقف وظل عدد يا اشتريت بدرهمين شاي ودرهم شكر ودرهم قهوة ودرهم حنطة ودرهم كذا ودرهم، إلى أن عدده ورجل احترقت. قال هكذا الحساب يوم القيامة، اللي عنده مال كثير واللي عنده حساب طويل هناك يطول حسابه بين يدي الله، أما اللي ما عنده شيء فحسابه يسير هناك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم اقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب. المؤمن يقنع بما آتاه الله. أحيانا نعوذ بالله بعض الناس يعترض، ليش الدنيا كلها مرتاحة وأنا مو مرتاح، ليش الدنيا كلها عدة وأنا ما عندي، ليش الناس كلها أغنياء وأنا فقير، وليش دائما تجي وياي عكس ويا الدنيا تفور الدنيا مع الناس. كانوا إحنا نعلم الله شو يسوي، مو كانوا إحنا نستسلم لأمر الله. نعوذ بالله، هاي حالة مو صحيحة، وربما يعني تؤدي إلى الكفر بقضاء الله وقدره. يعني أنه نعترض على الله ليش هالشكل، الله سبحانه وتعالى أعلم بالمصالح، وربما أنا لا يصلحني إلا الفقر، أو حتى لو كان يصلح لي الغنى، الغنى يطول حسابي يوم القيامة، أقول يا ليت ما عندي، ولا أن أنتظر بطول الحساب وأعذب وأبتلى، فعلى الأقل ما عندي شيء وأنا مرتاح. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه فافعل. يعني هذه منتهى الدقة في أنه إذا نقدر أي شيء اللي ما نسأل عنه فأنا ما أخذ أي كماليات أي إضافات أي شيء اللي ما أسأل عنها. فإذن صلة الأرحام تخفف الحساب، وقلة المال تخفف الحساب يوم القيامة، والشيء الثالث حسن الخلق أيضا يخفف الحساب في يوم القيامة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن خلقك يخفف الله حسابك. فإذن حسن الخلق هذه أقل ما يستطيع أن يفعل الإنسان، أن يكون حسن الأخلاق مع الآخرين، وهذا مما يخفف الحساب. أصناف الناس في الحساب يوم القيامة، الناس حسابهم ليس واحدا، أصناف متعددة.
في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الآية: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الذين سبقوا السابق بالخيرات فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. فهذا قسم من الناس الذي سبق بالخيرات، ما عنده ذنوب، ما عنده أعمال سيئة، تاب من ذنوبه إذا كان عنده ذنوب، وحسناته كثيرة، قام بواجباته، هذا يدخل الجنة بغير حساب. والمؤمن إذا كان مراقب لنفسه بحيث ما يعصي، ولو لا سمح الله وقع في معصية يبادر إلى التوبة رأسا، فإذا مات يموت وليس عليه ذنب، تاب من ذنوبه، واجباته مأديها كلها، صلاته مأديها، إذا عنده قضاء يقضي في وقته حتى إذا مات يكون قضى صلاته، إذا صوم عنده قضاء يقضي، إذا حج واجب عنده يحج، إذا خمس ما منطي ينطي خمس، إذا عنده واجب بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر التولي التبري كله يؤديها، فإذا مات الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بغير حساب إن شاء الله. وأما الذين اقتصدوا فمنهم مقتصد، مقتصد يعني عنده حسنات وعنده سيئات، فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا. ذول المؤمنين الأخيار بس عنده بعض الذنوب ولا يحاسبون حساب يسيرا. وأما الذين ظلموا، هذا الآية تقول منهم ظالم، ذول ظلموا من الكفرة من المؤمنين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من المؤمنين ولكن عنده ذنوب كثيرة، وهؤلاء الذين يحبسون في طول المحشر نعوذ بالله. وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر. المحشر طوله كم سنة؟ قلنا 50,000 سنة مما تعدون، فيحسبون يحبسون طول المحشر ويحاسبون. طبعا الكفرة المنافقين هؤلاء إلى نار جهنم، هذولا مسلمين مؤمنين ولكنه ذنوبهم كثيرة ويحاسبون هناك. ثم عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمتي ثلاثة أثلاث، فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون. يمحص بالبلاء إلى أن يتصفى عذابه في يوم القيامة ويمكن آخر يوم يدخل الجنة. وعن الإمام علي عليه السلام يقول في وصفه يوم القيامة: والناس يومئذ على طبقات ومنازل، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لم يتلبسوا من أمر الدنيا بشيء، وإنما الحساب هناك على من تلبس بها ها هنا أمور الدنيا، واحد تارى أمور كلها لله، هذا ما عنده أمر من أمر الدنيا، حتى أكله وشربه ولباسه كله ينويه لله، أنا أكل حتى أتقوى على العبادة، أنام حتى أستطيع أن أصلي صلاتي من اليوم الثاني ما أكون دايخ، أستطيع أن أعمل، أعمل رزقي حتى أكف نفسي وعائلتي عن الحاجة إلى الناس والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. فما يكون لجمع المال وتقديس المال، وإنما لكي يؤدي واجبه ويعيش عزيز بدون أن يحتاج أن يكون فقير أو يمد يده إلى الآخرين، حتى إذا استراح وروح فالروح تحتاج إلى أن تستراح، ولو قاعد في مجلس مع أخوانه نص ساعة ربع ساعة في مجلس ظرف أو نكات أو غيره، أو ذهب إلى حديقة يروح عن نفسه يوم أو يومين أو مشاكل ينويها أنه يجدد نشاط الروحي حتى يستطيع أن يكون أقوى روحيا بعد أن يرجع، لأنه يمكن تعب من كثرة الأشغال وتراكم الأعمال أو الدراسة أو مشاكل، فيكون أعماله 24 ساعة كلها لله، هذا بعد ما عنده شيء من أمر الدنيا، وما أسهل أن تكون إذا إنسان استطاع أن ينويها ويلتزم بها. فإذا هؤلاء لا حساب عليهم، ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير نعوذ بالله،
الكفرة أو المجرمين أو الظالمين للآخرين وغيره، دول بعضهم يحاسب حساب دقيق على كل شيء، ثم آخرهم يذهب إلى نار جهنم. هسه تفاصيل في الروايات موجودة إلى كل قسم من هؤلاء الأقسام الثلاثة. سوء الحساب لمن يكون عادة سوء الحساب؟ القرآن الكريم يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فإذا من يستجيب لربه ويعمل بواجباته، يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقوم بطاعة الواجبة، هذا له حسن حسن المآب. أما من لم يستجب لله، بعضهم معاند مع الأسف، يعني يعاند يقول دين هالشكل أنا ما أريده، هذا ما أحبه وهذا ما أريده، والإسلام مو دين مريح وهذا مو سهل، والحجاب مو سهل، والتقيد عن اللحم الحلال مو سهل، والمحرمات تجنبه مو سهل، يعني ما يهتم لهذا. فهذا نعوذ بالله إذا كان لا يستجيب لربه وربما يؤدي به إلى الكفر، فيوم القيامة يتمنى لو عندما في الأرض جميعا ليفتدي فداء عن نفسه، ما يفيد، لا موجود ولا أكو فداء يقبل منه، لا يقبل منها عدل ولا شفاعة، ماكو شيء يفتدي. فنعوذ بالله يحاسب سوء الحساب ثم مأواه جهنم. وقال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى ويخافون سوء الحساب يحسب عليهم السيئات ويحسب لهم الحسنات، وهو الاستقصاء. هذا سوء الحساب يعني يستقصى أعماله، حسناته أيضا وحدة وحدة، مو أنا بعد عنده واي حسنات يلا يدخل الجنة، لا زين هاي فلان حسنة سويته زين يلا هاي وحدة، ثاني صلاة صليته، صلاة الظهر صليته، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، يوم السبت، يوم الأحد صليت، يوم الاثنين صليت، يوم الثلاثاء صليت، يوم الأربعاء، حسناته تستقصى وحدة وحدة. بس هذا الاستقصاء يطول به أيام سنين إلى أن يكملوا حسناته. سيئاته أيضا تستقصى، فيقف هناك يعذب بالبقاء، وإن كان بالنتيجة ربما يدخل الجنة، ولكنه يصاب بسوء الحساب. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه إجا رجل يشكو، قال بعض إخواني المؤمنين عنده سوء الحساب معي. إجا للإمام الصادق سلام الله عليه قال له فلان أخوي بالإيمان ولكن يحاسبني سوء الحساب، يطلبني فلوس وأنا ما عندي وحسابه كلش عسير وياي. فالإمام قال لهذا الدائن قال له ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال أيشكوني إن استقصيت حقي؟ وأنا حقي أريده من عنده، إذا أطالب بحقي هذا يعني أنا مخش أدمي يشتكيني، وأنا حقي أريد حقي بعد، أنا ما أريد منه مال ظلم. يقول قال فجلس مغضبا، الإمام سلام جلس مغضبا، ثم قال كأنك إذا استقصيت لم تسئ ويخافون سوء الحساب. ذكر بالآية أخاف الله أن يجور عليهم، طبعا لا جواب. يقول الآية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول ذول المؤمنين اللي يخافون سوء الحساب يعني الله راح يظلمهم يوم القيامة؟ لا ما يظلمهم، ولكن هذا الاستقصاء هو سوء الحساب. أنت على كل صغيرة وكبيرة تابعة، كل يوم كل ساعة مخابرة، كل ساعة تابعة، ما تعطي فرصة، ما تعطي مجال، ما تقدر ظروفه، هذا الاستقصاء مو صحيح. يقول فمن استقصى فقد أساء. إذا أنت هلقد التابعة وتأذي لأخوك هذا أسأت إليه، هو هذا سوء الحساب. وإذا يوم القيامة الله عم يبتليك بنفس البلاء تقول إلهي ليش خفف حسابي بالعجل، وليش أنت ما خففت حسابك مع أخوك المؤمن؟ فإذا هذا سوء الحساب.
وبعض الناس يحاسبون حسابا يسيرا. ما معنى الحساب اليسير؟ القرآن الكريم يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ورواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل محاسب معذب. كل من يحاسبه يتعذب أنه تجي يقف بالدور إلى أن ينتهي حسابه. فقال له قائل يا رسول الله فأين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك العرض يعني التصفح. تصفح ترى أنت تشوف كتابة شو يقلبها يلا هذا دفتر زين حسنات هذا امشي هذا حسابا يسيرا. هذا العرض يعرض وحاسب حساب يسير يلا هذا كل حسنات وذنوبها ما عنده وتاب واستغفر مشوا فيدخل الجنة بعد حساب يسير. وترى الاستقصاء تعال حجنا يلا هذا صلاتك عدلة مو عدلة تقليدك انت شلون قلدت موازين الشرعية شلون كانت دققت لو ما دققت انت استقصيت انا تقلد الأعلم لو ما استقصيت سمعت كلام فلان زيد وعمر على أساس ليش ما تأكدت ليش ما تابعت ليش ما كلمة كل قضية قضية تتابع معه وبهذا الاستقصاء حتى لو كانت بعض أعمال صالحة وبالنتيجة ينجو ولكنه يعذب بالمكوث في يوم القيامة بالحساب. وروي أن الحساب اليسير هو الإثابة على الحسنات والتجاوز عن السيئات ومن نوقش في الحساب عذب. فإذن أولئك يحاسبون حسابا يسيرا يعني مو بس التصفح هالمقدار اللي يوقفوه أنه يابا هذه حسناتك رح ننطيك ثواب عليها والسيئات هم الله تجاوز عنها بالشفاعة لبعض الأعمال بالنتيجة هم يتأخر له كم دقيقة خب ذاك الحر وذاك الأذى وهذا هو هذا هم مقدار تعب يقول هذا الحساب اليسير مقدار أنه يابا الله هذا عنده حسنات والسيئات تجاوزت ويدخل. أما من يناقش فهذا يناقش عذب هذا عذاب له. وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه حسناته وأعماله تصير مثل مثال مثل شخص يمشي قدامه يفتح له طريق في يوم القيامة. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه حسابا يسيرا. وبهذا المؤمن أعماله صالحة تتجسد له الأعمال الصالحة بشكل مثال يدافع عنه في كل الأهوال إلى أن يقف الموقف أين هو في أي مكان في أي جهة بين يدي الله عز وجل الله أعلم في مكانه ثم الله يحاسب حساب يسير ويدخل الجنة. أما إذا ما عنده هذا المثال اللي يدافع عنه ما عنده أعمال صالحة كافية فيترك إلى أعمال السيئة ويحاسب نعوذ بالله حسابا عسيرا ويعذب بالحساب. و رأي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. احنا احيانا اذا واحد حرمنا من العطاء جاب لي هدية وديت للواحد هدية ما جاب لي هدية أنا بعد أمتن أصلا ولا أودي الهدية يقول أنا ما جابني ولا هذا يا بس هو ما أحسن وأنا أحسن إذا هو قطعني وما يعني أنا أقطع وأنا أكون بمستوى أن أحصل على ثواب صلة الإخوان أو صلة الأرحام. إذا هو قصر هذا ذنبه ولكن أنا ليش أقصر؟ إذا هو قصر أنا أنتقده طيب أنا ليش أقوم بنفس العمل؟ فيصل من تعطي من حرمك وتصل من قطعك.
صلى سواء للأرحام أو للإخوان، حتى لو قطعني أنا أصل، أنا واجب أنطي أحصل الأجر والثواب من الله، سواء ينطي أو ما ينطي، يعوض أو ما يعوض، مسألة أخرى. وتعفو عمن ظلمك، سواء أحد أساء لك، كان مشتبه، كان كذا، ممكن نديم إجا يتبارى الذمة وياك، تتعند لا وأنا ما أبري لك الذمة ولا أرضى عنك، ويوم القيامة راح أثار وراح أنتقم منك والله يعذبك الله كذا. هذه المسألة مو صحيحة. كما نحب أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا وما يستقصي ذنوبنا ينساها ويدخلنا الجنة، المفروض أيضا في الدنيا نحن أيضا نكون مع إخواننا المؤمنين هكذا. أصلا قبل أن هو يعتذر ما أخليه حتى يستحي من الاعتذار، أنا أجد للعذر، قل له لا أنا أدري أنت ما تقصد وأنت تحبني وأنت كذا، يعني هذا شيء بسيطة والغلطة اللي يعني مو غلطة أنت، يعني على كل حال يعني يمكن أنا جاوزت عليك، يعني أنت صرت عصبي لأن أنا يمكن شوية احتدي. أصلا يخلي نفسه هو مذنب، مو أخوه المؤمن مذنب، حتى يحافظ على ما يوجه أخوه المؤمن، مو أنه يريد لا إلا يعند ويا أنا، إلا إذا أقدر بالدنيا أنتقم منه، وإذا ما أقدر بالدنيا يوم القيامة كل يشوف إيش راح أسوي به. لا، إذا أخوك المؤمن اعفو عنه، الله عفو. كما أيضا في بعض الأدعية ويمكن دعاء أبو حمزة يقول اللهم أنك قد أنزلت في كتابك العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وأنت أولى منا فاعفو عنا. الله أمرنا أن نعفو، فلو عفونا إحنا نكون مؤهلين أن الله سبحانه وتعالى أيضا يعفو عنا في يوم القيامة. نكتفي بهذا المقدار ونتحدث عن القسم الأخير الحساب إن شاء الله في الجلسة السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا حسابا يسيرا ويدخلنا للجنة بغير حساب بشفاعة محمد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.